السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عندنا منتج بديل للكيت كات او بديل لمنتجات المقاطعة اللي هي بسكوت بالشوكولاتة. قبل ما نبدأ بس الفيديو بتاعنا ندعي لاخواننا في فلسطين والسودان، ربنا ينصرهم يا رب ويثبت اقدامهم ويجعلها بردا وسلاما عليهم. عندنا هنا الماركة دي اسمها اي تي، دي بديل حلو قوي للمقاطعة. عندنا اسمها كرم جورمي، جورمي اصلا معناها ذواقة. شفتوا كده لجنة التحكيم اللي بتبقى في مسابقات الطبخ، الراجل اللي هو بيدوق الأكل بيقول رأيه، ده اسمه جورمي. جورمي جورمي يعني ذواقة، لكن هي ده اسم الماركة بتاعته. عندنا هنا بقى الشوكولاتة دي مكتوب عليها بيتر، بيتر اللي هي الشوكولاتة الدارك، بيتر شوكولاتة لي. واخدين بالكم من اللي دي؟ اللي دي معناها بي، بيتر شوكولاتة لي يعني بالشوكولاتة الغامقة أو الشوكولاتة الدارك. كريمة لي جوفريت، كريمة لي يعني بالكريمة، اهي يا رب تكون واضحة. بيتر شوكولاتة لي، عندنا علامة اللي هي الواية ديت، كريمة لي جوفريت، جوفريت اللي هو بنقول عليه كوفريت، فاكرين اللي هي الشوكولاتة بتاعة الكوفرتينا بتاعة زمان ديت اللي هي بسكوت بالشوكولاتة وفي منها الغلاف بتاعها ألوان كده كنا بناخدها في المناسبات أو في العيد، هي دي بس بتتقال جوفريت. يبقى بيتر شوكولاتة عرفنا اللي هي الشوكولاتة الدارك، بيتر شوكولاتة. طيب كريمة، كريمة اللي هي الكريمة، كريمة لي جوفريت يعني بسكوت بالشوكولاتة الغامقة والكريمة. عندنا بقى على الناحية التانية مكتوب ايه؟ هر، هر يعني كل، هر السركتا، السركتا يعني في كل مرة بنقطمها، السرك يعني قطمها. هل هر السركتا كرم حظ، يعني بناخد حظنا بوفرة أو من الكرم، تمام؟ ده اللي أنا فهمته من الجملة، كرم حظ يعني حظ، الحظ من الكرم. يبقى إيه؟ هر السركتا كرم حظ. خلاص إحنا عرفنا بقى إن دوت اسمه إيه؟ جوفريت، جوفريت مش كوفريت، جوفريت، تمام؟ ده اللي هو البسكوت بالشوكولاتة. وده برضو كان عندنا فيديو خفيف لطيف كده، اتمنى يكون عجبكم الفيديوهات اللي زي كده. ولو حابين اشارك معاكم منتجات بديله للمقاطعه وفي نفس الوقت نتعلم من على الغلاف بتاعها الحاجه اللي مكتوبه عليها، سيبوا لي رايكم في الكومنتات وان شاء الله هرد عليكم. اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. ما تنسونيش من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.